14,000 تونسي يتلاعبوا بعداد الكهرباء، وبش نسأل سؤال محرج وخطير. وانت صغير، داركم، دار عمك، دار كذا، تلعبتوا حتى ربع مرة بعداد كهرباء نقصتوا ساعتي؟ اي شكارة ملح. شنو شكارة ملح؟ كيفاش تحط شكارة ملح على الواحد فوق الماكينات القدم اللي كانوا يدوروا؟ اي نحكي على القدم، انا نحكي على القدم هذوك ضربة ضربة شكارب تستهلك كذا تخرجيك الفاتورة 3000 فرنك. شكارب بو كيلو، بو كيلو بو 20 زرقاء. شكارب العادية تخدم مع العطار هذيك، فهمت كيفاش؟ شكل ماكينة القدم تحطها غادي قد ما تستهلك يبيت تضويش على سعدي تحكي بجدك ولا تفادلك ساعتها تو اختلع من حب نعرف خطر ينجموا ناس يمشيوا يجربوها ليه في المكتب ما عشت ما عشت نحكيك على كل ماكينات تسمع هون 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 الكحلة بكرش هذيك قاعدة خارجة منها القدم بكل نجحوش نحتكروا في الملح وعليش السكر مقطوع وليد لا لا ولكن ما قال ما كنتش تحب وليد لا لا وليد والله لا والله من يعني انت طفولتك اللي عملت العميل الخايب الكل جيت للضو ما سرقتش ايه من قربش قرب للضو انا ممكن لوحد ما كنت ضو مستحيل واضح سفيان والله انا ما عملتش ما عملوها قدامي انا شكون عملوها ما صغيرات وقتها فمك المصدر عندنا فما به غشيت شي في تاكسي فون رميت دينار منقوب على الاقل بالخيط بالخيط هذيك بريكيه زاد لا بالخيط هذه ما نعرفش مين الصيب الصوفيين على الاخر بريكيه بريكيه حتى الخيط تخرجوا هي بدها تبدا منقوبه من 100 100 سفيان ديلمو لا تعرف سفيان ولا كان جاي في فيلم ولا في مسلسل ريت النقاء والصفاء والعفاذيه يطلع عن بعض عنده شركه عنده واحده علاقات تجاريه بتاع كوكايين ومخدرات تدور في افريقيا كامله تنجم فاسيل مو اي هذا مش ظاهر عليه حتى شيء صحيت حاجتين يعني بكلامك كما تطلع مفيوزي نميرو ولا تطلع ناس نية على الاخر فمش في الوسط اي صحيح طيب يظهر يعني تطلع يا وليدي السعدي طيب يظهر خلي نسمع الاكستري متاع مدير الاستخلاص في ستيك فتحي الخلفي واليوم في اكسبريس دقيقة قبل ما نمشي ونوفل وليك لينيرا والنجم وكل الناس اللي تسمع فينا حتى يعني حتى القضاء كان يسمع معنا حد من القضاء يسمع رأي السرقة سرقة حتى بعد يعني حتى 50 سنة 30 سنة تالي رأي السرقة سرقة ويجب الضرب شوف بيد من حديد حتى كان تحب تتخلص من السعدي حاول تتخلص منه بطرق نظيفة لا 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 على الأقل تخرجني ما دخلنيش الحبس لحظة تنجم تعمرني ونخرجوه بكرامة عايش هذه تونس وقت نهار الخميس ما يجيش وليد نقول له وينك يقول لي نزور في السعدي نطفع عليك يعيش كروف هذه بلاد هذه لحظة لا 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 نرجع نقول كل فاتوره تضل جيني 100 ندفع 150 قبل الوالد يدفع 150 سرتو اصدقائك اعطينا في ساعه ستيك معك خلينا نسمع لك ستري ونرجع الملح في نستق هذه بطبيعه هي ظاهره والرقم انا اللي خرج هذاك رقم صحيح بطبيعته ورقم صادم لا محاله ومفزع اللي هو 14000 ملف 14,000 ملف وبالضبط 14,500 نقولوا احنا 14,000 ملف تم هذايا التفطن ليه راه هذا هذه هذوما الملفات اللي تم التفطن ليها راه يعني العدد اكبر من هذا راه كنا نسمع في مدير الاستخلاص في ستيج فتحي الخلفي في إكسبريس اف ام حسب المعطيات اللي توصلنا لها ال 14000 ملف في سنة 2023 قدرت القيمة الجملية متاع الفلوس 60 مليون دينار 60 مليار الناس هذوما سرقوا الضوء وما تحاسبوش لا سرقوا الضوء وستيج قررت تمشي تقول لهم رجعوا اللي سرقتوه معناتها ما رفعتش قضايا ستيج باش يتحاكموا او كذا خلص معناها براءة سعدي الحمد لله لك ستيج اعطتهم الضوء اللي استهلكوه وقالت لهم لازم تخلصوا قاموا بالخلاص خاطر تخيل انت 14000 واحد يدخلوا حبس برشا حتى على السجود يلا قاموا بالخلاص نجم تهزوا واحد كمثال يشد حبس تصور يتحط حتى في الشمبر رجع لي ليانا علاش داخل على منقلت الضوء لا لا جوست يدخلوا يقول لك علاش داخل على جريمك الى منقلت الضوء يلا كيفاش يسرقوا مثلا نورز يحطوا فمك اللي نعملوا بها نحن نعملوا التصويره في البابيه ديك بتاع التصويره يحطوها في الوحده في المونجيلا وفما زيدا اللي راديو وفما زيدا اللي يبدلوا اللوحه الضوئيه نتاع المونجيلا
تكون معناها اون ديري عباره جديده معناها. هذو ما نادرين لانه يبدل لوحه ضوئيه وترجع من الصفر يفيقوا به بسهوله، معناتها يكون سارق غبي هنا. ما عرفتش انا في بالي الجدد النقل الجدد مش بالساهل. انا نتذكر وين الصغير تشرك الذكير الكبيره لحظه النقل القدم نتذكر قدامي واحد ينحي يسل الخيط ويبعده في بلاصه اخرى، الخيط تولي الماكينه ما عادش تدور، معناتها انا نتذكر هكا. اما الجدد اللي حضرت عليها بذكير يحط هكا كل لحظه ذكير هكا كبيره تبدا ونذكر جار سعدي ويكون منه معناتها حومه كل في الحبس انا وفي قص الضوء ما عادش يستعمل ضوء في باله يسرق، فهمت؟ هو قص الضوء على روحه والله صحيح حكيت له حتى جيرانكم انا ماشي في نفس الطريقه كل في الحبس على الاقل خلي واحد على الاقل يزورنا خلي واحد على الاقل ينور هو تراه نمشيو فاصل وبعد نرجعوا لكم.